وأولى فقراتنا لليوم رح نروح فيها بجولة مع المبادرات. في خطوة تعد الأولى من نوعها تحت عنوان مبادرات لدعم الاقتصاد الوطني، أطلق مركز تنمية الاستثمارات السورية الدولية مسابقة تحت عنوان الجمهورية، لتكون خطوة جديدة لتشارك الرؤى والمقترحات والأفكار مع الشباب، وبالتالي بتكون أول مكتبة اقتراح وحلول اقتصادية. لحتى نتعرف أكثر عن المبادرة وكيف فينا نقدم على المسابقة ونشارك فيها، بصرنا نرحب بالدكتورة فاتن نظام، أمين سر مركز تنمية الاستثمارات السورية الدولية. صباح الخير دكتورة فاتن، وأهلا وسهلا صباحك فيك. صباح الورد، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بالبداية خلينا نتعرف أكثر على المسابقة يلي أطلقتوها بالملتقى، خلينا نحكي واشرحي لنا عنها بشكل مفصل. نحن كلمة المسابقة الجمهورية حقيقة نحن أطلقناها بالملتقى الاقتصادي الأول يلي صار بسبعة الشهر بهذه السنة 2021 بفندق الشيراتون. هو كان ضمن مبادرات المركز وأعمال مركز إطلاقه مركز تنمية الاستثمارات السورية الدولية. مسابقة الجمهورية هي تعتبر مثل ما تحدثتوا هي أول مسابقة لأفضل الحلول الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، لأن احنا صرنا بحاجة لهي الموضوع كون احنا تحت هلأ حرب اقتصادية حقيقية. صحيح. فقلت المسابقة من مبادرات، ونحن سمينا كلمة مبادرات يلي نحن حابين يكون معنا الشباب حقيقة، ونحن وجهنا هي المسابقة للشباب ليكونوا معنا بالمرحلة القادمة واللي هن حيصنعوا المستقبل الحقيقي لسوريا، نقول سوريا الحديثة إذا الله راد. فكلمة المبادرة يلي نحن حتكون مجموعة مبادرات اقتصادية استثمارية، حنحدث شيء اسمه مكتبة وطنية اللي تكون نقول عليها ضخمة، اللي هي موجود فيها أي حل نقدر نستعين فيها لأنت توصل لحل اللي بدك إياه اللي أنت بحاجة له. بنفس الوقت أنت أعطينا نحن حقيقة فرصة للشاب ليعبر عن حاله، يعني فرصة لهو يكون حقيقة يعني مو بس المتلقي، لا هو يكون بموقع المبادر اللي احنا هذا الهدف المركز، ونحن حنساعده بهذا الموضوع انه انت بتقدم مبادرتك، حنشوف الرؤية الاقتصادية الجديدة اللي حتقدمها، حنتبناها نشتغل عليها بمنحة انه نحن تكون حقيقة شيء تطبيقي فورا على الواقع الراهن الحالي الموجود بسوريا. نعم. من بعد الملتقى خلينا اكثر نحكي مع المشاهدين، لكل حدا من الشباب حابب يشارك. من بعد الملتقى اليوم رح يبلش التقديم على المسابقه من خلال تقديم الافكار، من خلال يمكن دعم، ايضا هو دعم للشباب ودعم لاقتصاد سوريا. خلينا نحكي كيف فيهم الشباب يقدموا على المسابقه، شو هي الشروط الاساسيه يلي حضرتكم حاطينا، وكيف بيتم عملية القبول والبدء بالمسابقة؟ تمام. نحن ما قلنا حكينا كلمة التشاركية مع الشباب، يعني نحن حقيقة نحن بنتشارك معهم بصنع المستقبل اللي هن نحن وياهم وكلياتنا ناويين وحابين نوصل عليه لهذا الهدف الأساسي بالموضوع كله. بنفس الوقت نحن الفكرة الأساسية بالمسابقة نحن هو تحويل الأشخاص إلى قادة إنتاج، يعني نحن عم نشتغل، نحن بدنا ذوي الاختصاص، ذوي اللي عنده حقيقة مبادرة حقيقية، حل حقيقي اقتصادي، يلي نحن عم نشتغل على القيمة المضافة بالنسبة للشباب الاختصاصيين، يلي هو مو بس أنا بدي إياه مثلا مهندس زراعي أو أي شيء، لا أنا بدي إياه قادة للإنتاج. حقيقة ما تنقول كلمة إنتاج معناتها أنا عم بحكي اقتصاد صرت. صح. يلي نحن ما أنت توصلي على الإنتاج بأي مجال، يلي هو بكل المجالات حيكون الشباب مو بس الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، أي حل بلاقيه هو مناسب تمام فهو فورا حنستقطبه. كلمة التعاون يلي نحن عم نشتغل عليها والمسابقة اللي عم نشتغل عليها أساسا هي يعني هي نفسها اللي قصدها سيادة الرئيس بشار الأسد بمرسوم التشاركية. تمام. يعني نكون نحن على تعاون إنه نحن نشكل تعاونيات حقيقة بكل المجالات يلي نحن حابين نكون فيها وأساسي بهذا الموضوع. فأنت كل ما كان عندك إنتاج، كل ما كان عندك اقتصاد، كل ما كانت حتى دولتك كمان قوية، فكرمال هيك نحن عم نشتغل على هذا الموضوع. المسابقة يلي هي عبارة شروطها حتكون موجودة على الشريط الإخباري مع الإيميل الموجود للمركز يلي هو حابين يبعثوا لنا المبادرات. في صفحة بتكون على الفيسبوك، صفحة مركز تنمية الاستثمارات السورية. تمام. الدولية مسابقة الجمهورية. تمام.
تماما، وحتى حيكون عشريه الاخباري بعده وسائل اعلام. اكيد. هلا يلي بيتقدم للمسابقه ممكن في عنا جوائز، هي حتكون عندكم جوائز ماديه وجوائز بالاضافه الى معنويه، خلينا نحكي شو ممكن المركز الاول ياخذ، شو ممكن انتم تمولوا المركز الثاني، ولا كل المشاريع الصغيره انتم حتمولوها، يعني شو حيصير من بعد التقدم للمسابقه؟ نحن اول شيء حنتبنى المبادرات اللي هي حتاثر بالواقع الحالي، يعني مشان نكون صريحين اللي هي عم تعطي حل سريع لعنا مشكله وهي حل سريع لهي الحلول. طبعا في عنا نقطه كثير مهمه، نحن عنا محفوظه اصحاب يعني حقوق الاشخاص الفكريه محفوظه حسب احكام القانون، هذا اكيد. حتى اللي مهنا بيربحوا او بناخذ المبادرات الحاليه حيكونوا موجودين بالمكتبه، حكيت عنا اول شيء 100% طبعا مع حفاظ على حقوقهم بالتعاون مع مجلس اداره المركز، حيكون في تعاون حتى يمكن اي مشروع اي مجال اي وزاره ممكن بالقطاع العام او القطاع الخاص. طبعا بالنسبه للمبادرات اللي هي حتكون عده مراحل، حيكون في عندنا المرحله الاولى التبني رح نشوفهم المبادرات، حيكون في عندنا لجان اولى وثانيه وثالثه، وطبعا اللجان هي مشتركه طبعا مو بس المركز، حيكون عندنا عده جهات مشتركه بتقييم هي المبادره، بعدين بيجي عندنا الجوائز الماديه اللي هي بنقول عليها ان شاء الله اكيد كويسه كثير حتعجبوا للاشخاص للشباب اللي حيبادروا، بس اول ثلاثه بالاضافه للجائزه الماديه نحن كمركز حنتبناها كامله. نعم. يعني هي البدل الاول والثاني نحن ثلاثه حنتبناهم. نعم، يعني ودائما سوريا بتمتلك شباب عندها افكار جديده 100%. عندها هي الروح الجديده لاعاده قلق الاقتصاد من اول وجديد، ولكن خلينا نوضح اكثر شو هي الاختصاصات او شو هي الافكار المطلوبه من الشباب لحتى يقدموا بالمسابقه، ممكن لحتى يحضروا ليقووا حالهم اكثر وتكون مشاركتهم هي يحصلوا على مراتب اولى ويكون في تنافس حقيقي. يعني احنا حياتنا عم نشتغل على شيء اسمه القيمه المضافه. أوكي. يعني احنا انا بدي شيء اختصاصي، يعني احنا تنقول يعني مثل شو دكتور؟ يعني الا مثلا نحن في عندنا مشاكل كثير اقتصاديه ماليه خدميه بمنح التعليم، هي كلياتها هي المشاكل نحن بحاجه حقيقه لحل سريع. يعني انت ما كان هذا الحل السريع هو ما حيمشي الحال، فكرمال هيك ما تنقول انه نحن شو الحلول اللي بدنا اياها حقيقه اللي بتاثر فورا بالواقع وبتكون هي حل سريع. يعني انا ما بدي واحد اثنين ثلاث، يعني احنا فورا نحط مثل الدواء فورا نحطه على المكان اللي هو عم يتالم او هو في عندي نز او مرض فيه لهذا المكان. هي واحد. الاختصاصات طبعا نحن بدنا اياه الشخص، يعني هي احيانا ما حيكون شخص، يمكن هي مجموعه شباب، يمكن مجموعه مثلا مهندسين، مجموعه مثلا اشخاص اللي هن بهمهم موضوع معين، في اشخاص يمكن هي من نوع ثقافي يمكن اذا عملنا هيك بصير هيك، في اشخاص اللي نحن بنلاقي المنحه الاقتصادي اللي هلا نحن عم نتوجه هو اكثر حقيقه عليه، انه هلا نحن في وضع اقتصادي معين، في عندنا مبادرات، في لازم يكون في عندنا اسواق، لازم اشتغل على شيء تطبيقي، يعني خلص نحن خلقنا من شيء اسمه النظري، في شيء تطبيقي وفي عندي الخارطه الاستثماريه هي لازم تكون واضحه. نحن يعني متعطشين الى العمل، وسوق العمل يمكن هلا شوي فقير، ما عم يقدم فرص للشباب، يوم يمكن الهدف الاساسي لكل شاب انه هو يحصل على فرصه عمل. أكيد. يعني بنحب نقول بنرجع بنكرر مره ثانيه انه حتى لو ما حصلوا على المرتبه الاولى والثانيه هن رح يكون في لهم اكيد اكيد يعني عمل بضمن المكتبه اللي حضرتك اكيد هي المكتبه فيها. اللي هي موجودين حيكونوا اصحاب افكار، يعني نحن بنقول انه نحن باي لحظه تفضل هي لك مثلا اي قطاع مشترك سواء او قطاع عام اخذ هي المبادره فهو كمان له حق فيها 100%. تمام. نحكي عن أهمية إطلاق أعمال الملتقى بهالمرحلة بالذات، ونحكي عن الملتقى الثاني، شو هو حتكون أبرز محاوره؟ عن شو بدكم تحكوا؟ شو الفكرة الجديدة اللي عندكم إياها؟ تمام، نحن الفعاليات اللي أطلقناها مو بس مسابقة الجمهورية بالملتقى الاقتصادي الأول، نحن أطلقنا إنه إطلاق الصندوق الوطني التشاركي لاستيراد المواد الأساسية حقيقة، وبنفس الوقت عم نشتغل على شيء اسمه تطوير وتحسين المنتج المصدر، يعني احنا بحاجه الى تصدير بقى المنتجات اللي عندنا ليصير في عندنا التبادل الخارجي. حنخلق شيء اسمه اسواق خارجيه سوريه للصادرات، يعني هذا كثير مهم، بالاضافه للتعاونيات اللي نحن عم نشتغل على التشاركيه مع المجتمع الاهلي
المنتج مع المنظمات، بعض المنظمات، بنفس الوقت مع الاتحادات مثل اتحاد الفلاحين واتحاد العمال. اما بالنسبه للشيء قريبا جدا وهذا ان شاء الله يعني قبل الملتقى، في عندنا شيء اسمه اذا سمعتي بكره مشروع النبلاء، فهو هذا مركز تنميه الاستثمارات السوريه. نعم. مشروع النبلاء يلي هو حقيقه موجهين لذوي ذوي الشهداء وبنفس الوقت وذويهم ولكل حماة هذا المشروع، ان شاء الله حيكون اسم على مسمى. تماما، مشروع النبلاء يلي هو حقيقه هو الوفاء لانبال بني البشر. هو من هذا المنطلق، فهذا حيكون ممكن كثير الاسبوع القادم حنسمعه بكل سوريا اذا الله راد، مشروع كثير مهم. بالاضافه للملتقى الاقتصادي اللي احنا اول ما سميناه الملتقى الاقتصادي الاول، فسالونا ليش اول، فهو حقيقه هو حيكون في اول وثاني وثالث ورابع بكل المحافظات. ب 17/4/2021 الملتقى الثاني حيكون بمنطقه الساحل، الملتقى الساحل يلي مسمينه الملتقى الساحل الاقتصادي الاستثمار الانتاجي لاطلاق التعاونات الانتاجيه. نعم. ان شاء الله. ان شاء الله. دكتوره فاتن، كثير من الشباب يمكن هن بيمتلكوا شهادات جامعيه ولكن ما فاتوا على سوق العمل، ما عندهم ادنى فكره عن كيف بيكون اليه العمل، وخاصه بما يخص الشق الاقتصادي اللي حضرتكم مركزين عليه. رح يتم اطلاق ربما دورات تدعم الشباب، توجه الشباب، يعني في كثير شباب هن بحاجه لدورات عمليه. طبعا. على ارض الواقع بسوق العمل ضمن الملتقيات، انه هو يكون في افكار وطروحات خلال دوره تدريبيه. رح يتم طرح هيك دورات؟ هلا نحن خلال الفتره القادمه حيكون في عندنا ورشات كبيره، ورشات مع المجتمع الاهلي، ورشات بغرف الصناعه التجاره، حتى مع المجال الوزارة التعليم العالي. ان شاء الله لهي الشباب، لهي الفئه. نحن عندنا فجوه، حقيقه عندنا فجوه ما بين التعليم وما بين سوق العمل، اللي هو ما عندنا هي المهارات التطوير والتاهيل الحقيقيه اللي هي تتناسب الماده مع الشيء الموجود. فهون نحن حتكون دور المركز انه نحن نشتغل على هي الدائره، على هي الفجوه، مو بس ترميمها، لا، هي اعاده تاهيلها بالشكل الصحيح بما يتناسب. حقيقه نحن بحاجه عندنا كوادر بشريه كثير مهمه، كفوءه كثير، هي بحاجه لفرصه وبحاجه لضوء، واذا نحن ما اشتغلنا على هي الفئه كرمال هيك نحن اطلقنا اول مبادره هي مسابقه الجمهوريه للمتوجهين فيها للشباب. نحن بحاجه لهم، هن حيصنعوا المستقبل، اكيد هن اقدر عارفانين كيف هن بدها تكون حياتهم الكريمه اللي قريبا حتكون هي واضحه لهم. بنفس الوقت في عندهم، صار عندهم تحديات، تحديات عاشوا كل التحديات، سواء عشنا نحن الحرب الإرهابية والسياسية وهلا الاقتصادية، فهن أكيد حيتخطوها لأن صاروا بيعرفوا وين الحل وين الوجع. أكيد. هلا خلينا نحكي عن أهمية تشاركية الشباب بالمساهمة بحلول اقتصادية، وكمان خلينا نحكي عن شيء ثاني، أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص وبهالوقت كمان. نحن كلمة التشاركية مثل ما حكيتي، هلا نحن حقيقة فكر المركز كله هو مستمد من فكر سيادة الرئيس، التشاركية والتحديث والتطوير. نحن دائما نقول، يعني هلا نحن الشعار يعني كان شعار الملتقى لاجل سوريتنا وقائدنا وعالمنا، فنحن الفكرة الأساسية بالتشاركية انه نحن بدنا نكون انا وياك سوا، يعني ما بقدر انا اكون لحالي انا كقطاع خاص. يعني نحن مركز تنمية الاستثمارات السورية هي قطاع خاص، ما بقدر طول الوقت اكون لحالي وانت كقطاع عام ما حتكوني لحالك. هي التشاركية انه انا في عندي مثلا كوادر، انت عندك اليات، هذا هو اسمه التشاركية. كيف انت بدك تبني، بعد احنا نقول بناء الحجر والانسان، تمام، فهو صحيح ما بيجي لحاله، ما بيجي هذا لحاله وهذا لحال، فكرمال هيك ما نحن نقول على التشاركية انت عم باخذ، انا عم بختار فئة شباب كتشاركية يلي هي قضت 10 سنين، عاشت هي الفترة كلها، فهي قادرة اكيد على التخطيط. وما انت تمسكي بايدها او تعطيها فرصة، حتى هي المسابقة هي لانه تسمعيهم للشباب، يعني كثير بحاجة انه حدا يسمعهم، حدا يقول لهم انه انتم شو بدكم. يعني دائما نحن بالاحتياج
بقت نقول نحن بنعمل دورة تدريبية، ما بعمل أي دورة تدريبية إلا لشوف الاحتياج الموجود، احتياج موجود بالدواء هذا الموضوع لما هذا الموضوع. كرمال هيك ما نحن نشتغل على التشاركية، أنت وصلاني لمرحلة إنه معناتها في أنت عندك شيء حلو فقدم لي إياه لأنا أعطيك. هلا العمر قد إيه بيكون؟ 18 سنة ما فوق. ما فوق 18 سنة أكيد. وكمان شو في شروط ثانية؟ حسنا رح يكون من الجمهورية العربية أكيد السورية. أكيد من الجنسية العربية السورية، أكيد حيكون الحل معلي بدنا نكون شوي اختصاصيين، شوي تمام. علميين، شوي تطبيقيين، يعني ما بدي يجيب لي افكار اكيد او حلول غير قابله للتنفيذ، هي تمام. اكيد يعني، بنفس الوقت انا كمان بدي رؤى جديده، يعني بدي شيء جديد ما يكون نسخ لصق من كل تمام. المحافظات السوريه لكل أكيد. المحافظات اكيد لكل المحافظات. ومده المسابقه قد ايه؟ نحن من اليوم هي نزلت على المركز، على موقع المركز تنميه الاستثمارات السوريه، وحتكون على شريط الاخباري، مدتها هي شهرين بين المرحله الاولى والمرحله الثانيه ان شاء الله. نعم دكتوره فاتن، رح يكون في شيء بالقريب عن شباب هن ما حاصلين على شهادات جامعيه ولكن بيمتلكوا افكار، في هيك شيء من المسابقات؟ هلا نحن هي المسابقه ما شرط الشهاده الجامعيه ابدا. أوكي. يعني احيانا نحن خبره الشخص، يمكن احيانا وجع معين لحدا بيعطيكي حل حقيقي، فهي ابدا نحن ما حاطين شرط الشهاده الجامعيه. أوكي. تمام، كل واحد باختصاصه هو رائد وقائد للمجال بالدنيا. تمام، هلا مثل ما حكينا على شروط، بس مثلا ممكن يعجبكم مشروع، ممكن فكره بحل اقتصادي تكون هي ممتازه ونحن بحاجتها، ممكن فكره نحن ما لنا بحاجتها، شو ممكن تتعاملوا مع الفكره يلي انتم ما بحاجتها؟ ما حتقبلوا الشخص، ما حتشوفوه، ما حتدعموه نفسيا؟ لا. بالخطاب لا، نحن اكيد انا قلت انا بناخذ، نحن حنتبنى المبادرات العشره تمام. المبادرات المبادرات العشره الباقي لا، شو ممكن نحن حتكون موجوده، لان نحن احداث هي كل القصه هي احداث مكتبه وطنيه لجامعة كل الاختصاصات والحلول الاقتصاديه، واي حل حنا حط له اياها بالمكتبه عنا، وبنفس الوقت حيكون في تعاون بيننا وبينه ومحفوظه حقوقه، يعني اذا كان لقى هذا المشروع باي مكان ثاني فهون في عنا الاحكام القانونيه، فاكيد يعني هي حفظ لا يكون يجي يمكن بعد فتره يجي حدا يطلب تمام، فنحن بنعطيه لا اقول فكره 100% بتستدعوا الشخص، يعني ما حدا حيروح يعني هي يعني صاير المركز همزه توصل اكيد ما حدا حيروح يجهده هيك اكيد. كلكم فكروا، كلكم ادبوا للمسابقه، كل الشباب اليوم نحن بحاجتكم اكيد. شكرا لك، اهلا وسهلا فيكم، لجهودك اكيد. شكرا لك، شكرا لك، تحياتي. شكرا كثير لك دكتوره فاتن، واكيد بدنا نتشكر كل الناس يلي عم يشتغلوا لاعاده بناء سوريا بكل نواحي الحياه. شكرا كثير. أهلا وسهلا.